الحمد لله يلي ذات عظيم صفات سميع سمات كبير الشان جليل القدر في ذكر مطاع الامر جليل البرهان فحيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الاحسان سريع الحساب شديد العقاب يلي من عذاب عزيز سلطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمر المنوط بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه الذين هم خلاصه العرب العرباء وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس وحدوا الله فان التوحيد راس الطاعات واتقوا الله فإن تقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن سنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين وادعوه فإن ربكم مجيب الداعين واستغفروه يمددكم باموال وبنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر الرؤوف الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى سد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى سيدين سندين سعيدين الشهيدين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى سيدات طاهرات أربعة بنات النبي الأمي أهل البرية صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم
ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. استغفر الله العظيم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. دائیں بائیں دیکھ لیں، ساتھ ساتھ جوڑ جائیں، سب نے سیدھی فرما لی. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إله العالمين ما لسعدي فقبول منزول فرما إي الله ما لتمام كبير صغير گناهم کو خطاهم کو لفظهم کو جرمهم کو میز اپنے فضل وکرم سے معاف فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. اے اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ سمیت ہمارے جتنے عزیز اقارب دنیا سے رخصت سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان زندہ ہیں سب کو اپنے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی بے حیائی اور عریانی سے اے اللہ پہ حفاظت فرما. شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، باغیوں کے بغض سے، کینہ وروں کے کینے سے بچا. اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما. جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ زندہ رکھ. جب وقت اخیر آئے ایمان کامل کے ساتھ موت نصیب فرمانا. نہ سکے سختی ہمارے لیے آسان فرما دینا. اے اللہ دنیا سے جائیں تو مرتے وقت ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ جاری فرما دینا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا